انا خاص الناس لا بلاتي الناس تنسوا واحد القضيه بان الفنان قبل ما يكون فنان راه هو انسان وعنده الحق يحب وعنده الحق يكره وعنده الحق يدير بزاف د الحوايج. حنا ملي تنشوفوا الواحد تيولي لنا حب امتلاك ديالنا خاصنا نشوفوه بيرفكت. هو للاسف يعني هاد النقطه هذه بدات باش شي كاع الناس كيفكروا في بحال هكا باش تكون واعيين فاهمين الامور. بالعكس كاع شي هاد ليماج اللي عندنا على الراب ولا لي رابور غلطه. ماشي لان ما يمكنش تكون فنان وما تكونش سنسيبل. مستحيل. فعادي عادي لرابور في ميريكان غتمشي تلقى في الريبرتوار ديالهم كاين بزاف الاغاني على المراه وعلى لامور وداكشي كامل عادي كيبقى الطريقه ديالهم فهمتيني. انا بالنسبه لي ماي ليدي هذه اقل حاجه يمكن نكتبها على امل فهمتيني. والله اي اقل حاجه خصني ماشي علاش يعني حقنا اننا نحبو ونعشقو. يعني قلتي اقل حاجه نقولها لان هي الزوجه ديالك من حقك كاين اللي غادي يدير يشري ديامون كاين اللي غادي يشري طياره كاين اللي غادي يدير اغنيه كل واحد على لي مويا والتعبير. اغنيه ماليدي اغلى مني من طياره ومن ديامون من ثروات العالم باسره. ولكن العالم كله انا تنقول ملي تنكونوا في حاله حب خاصنا نبينوها ما غاديش نستروها لان حاله زوينه اننا تنحبوا ومني تيكون الابداع كنتي تتحب لان اغاني كلها صادقه متنوعه هادفه. يعني منذ البدايه ديالك مسلم وانا نتبعك واخا انا قبل منك في الميدان في الاعلام تدوش في الغناء انا ما عمري ما غنيت ولا ندخل الغناء ولكن متبع المسيره ديالك يعني اغاني هادفه هاز على العاتق ديالك المجتمع ومشاكل المجتمع واحد الوقيته 20 عام. مني جيتي وبغيتي تقول انا كافاييرو وبغيت انا تنحب تقلبات الدنيا وقفات وما جلساتش وهادشي اللي ما فهمتش انايا. لا بالعكس يعني كنظن بانه نو كافاييرو عجبت الناس بزاف يعني واحد لي فيو اللي تجمعوا في واحد الفتره اللي هي جد وجيزه حنا تفاجئنا فيه. بالنسبه لمايليدي عرفتي علاش كافاييرو؟ لان كافاييرو نزلت بعد الطلاق ديالو فهمتي ولكن كافاييرو الناس ما عارفينهاش بانها تسجلات قبل قبل ما تطلق قبل ما تكون الخرجه الاعلاميه ديال الطريقه ديال الطلاق يعني كنت مطلق لا باش نشرح للناس لان كاين مغالطه قبل ما ينونسي البراند ماشي كون مطلق اي ولكن قبل الناس حيت الناس ما عارفينش هذه القضيه الناس اش انا بغيت نخلي كل شيء لا ولكن خاصك توضح كذلك مسلم. لا في الاول شنو كانت النيه ديالي؟ نعم طلقت يبقى داك الشيء انت حر حتى زواجنا ما كانش بغينا نعلمو حنا بغينا نخليو نفوسنا يعني نبانو كنخدمو اونصوم وكل شيء ما بغيناش يعني ما بغيناش نخرجوا للعلن ومن حقكم ولكن اضطرينا لان نخرجوا للعلن فهمت انكم اضطريتوا دونك انا عاد نقول باش نصلح انت ما بغيتيش تقول انا تنقول الاغنيه وانا عرفتها لان تسجلات قبل وكانت موجوده ومني ناط الصداع والسوشيال ميديا تهضر قررتي انك تنزلها وكانت موجوده فانك تنزلها في ذاك الوقت علاش ما خليتيش تسنى شويه حيت كون كيخصني لونسي لا مارك ديالي عاوتاني لا مارك كافاييرو دابا هذيك الاغنيه بعدا باش ما ننساش كنحيي الناس اللي خدمت معاهم ديك الاغنيه اس اس ميوزيك نعم استوديو اللي خدمت فيه هذه الاغنيه هذه كانت من الاول بروجي ديال غادي نخرج واحد الاغنيه باش ندير بروموسيون لا مارك كافاييرو فهمتي غير هو وقع ملي وقعوا شويه المشاكل وقع واحد الروتار واحد الديكالاج وصافي نعم مي كان ضروري نخرجها حيت خصني لونسي لا ماركت نعم الوغ نهضروا على ماي ليدي لان جيتو تكلموا لينا على كافاييرو كذلك لان ما درتيش لا بروموسيون عندي ديال كافاييرو وديال ماي ليدي ونبغي نذكر المستمعين بان هذا اللقاء مباشر على امواج اذاعه ميدي ان فهو الخروج ديالهم وقرروا انهم يطلعوا على مستمعي ميدي ان من خلال برنامج موزايك. تنشكركم لان كلشي تيتمنى الخروج اعلامي شي واحد يفوز ب ب ب ب صحيح انا صحيح. انسان محظوظ لا وتنشكر الناس ميديا غاديو تستاهل وبرنامجك تستاهل انت ما كت ما غت ما غت ما غديرناش دي بياج وتقلب على البوز لا ما تنعرفش فهمتي كيفاش ما تنعرفش يعني نيشان انت جيتي للدار الكبيره ماشي ديال لي دي بياج ولا لا لا ولا احسن من بر الحياه ولكن غدرت بكم البوز كومين لانكم جيتوا راه غتصحوا لا ربي يخليك سالوا كل خير ولكن بوز هادف ماشي بوز نيجاتيف ان سميتو علاش قلت لك حنا دائما حنا دابا كنختاروا في اي منبر نقدر نخرج الوغ داكور المزيان تنختاروا دابا وليتي تتهضروا اون طونك كيكيب دابا انتم الزوج وزوجه وكذلك تيم في الفريق العمل المفروض انه يكون هكذا وحنا تنعرفوا بان التيم ديال مسلم
تيم ذكوري اذا بغيتي ولا كرهتي. حنا عارفين ملي تيجي مسلم في لي كونسير في الحفلات جاي معاك تبارك الله ماشي بارل با لي بوديغار تيجيو معاك في الحفله وي كاين صحابو كاينين اي ولكن تجي مراه عود نسوي واللي غتجيب لا توش ديالها اللي كل واحد غياخدها كيما بغى ياخدها يعني كان تحدي بالنسبه لك كذلك امال لا ما كنظنش لا حيت انا ما درتش معايا لغه الخشب لا والله ما كاينه لغه الخشب لانك دخلتي في ميريك لا شوز انا كتشوفني انثى لكن عسكريه انت زعما صقر الاسم ديالي صقر انا غنسميك صبر امل صبر ايه صبر وصقر وكل شيء يعني هاد الامور هادي انا عاديه جدا دائما كما كتعرف ان الفنان في المغرب بالخصوص كان ماناجيون راسنا براسنا حنا كنقلبوا على ريوسنا بريوسنا حنا اللي كنخدموا يعني درت التمثيل درت التبلاجه درت مذيع في راديو وكذلك قدمت برامج في التلفزيون كنت انا كندير الكونسيبت درته انا البرنامج اللي كنت كندير قبل الاعداد يعني الاعداد بكل ما فيه من الاعداد انت عارف الاعداد منه كياخذ وقت طويل طويل بزاف فهاد الامور هادي انا مولفها وعاد عندي واحد لاطوج ارتستيك درت بوكو دو فورماسيون درت لو كوتشينغ درت درت الاخراج لواحد الكورميتراج درت فورماسيون ديال الاخراج ديال الصوره يعني حياتي كامله وانا كنشتغل على نفسي وكنخدم على راسي وكناخذ كل الامور بجد وكندخل وكنشتغل في عالم ديال الرجال وديال النساء داكور فهذا ماشي امر جديد وكان سهل بالجان كبايرو لانك درتي انت الاشراف الفني انك حتى الباس اختاريتي انت المسلم لا ماي ليدي كان كنتكلم على ماي ليدي ولا على كبايرو بس البراند ديالو لا باردون ماي ليدي ماي بالنسبه للماي ليدي بصراحه يعني خدمنا انصامبل كل شيء انا كنت مديره ديال الانتاج في العمل ديال ماي ليدي بالنسبه للكوستيم سي فري انا شرفت له وكان وجه تحيه لزهراء اليعقوبي اللي هي دارت له المونتو اللي فيه مسلم اللي هو مثل به اما بالنسبه للجاكيت فهذه يعني اكيد انا ويا اللي حنا اتفقنا هذه الامور اكيد المشوره ديالو ما نساوش لانه هو عنده كلمته ما يقول بزاف ديال الامور فجاكيتا كابايرو ولو شوا ديال لوتيل فين نصورو كلشي حنايا كتبنا سيناريو انصامبل يعني ملي حنا كنكتبوا سيناريو هو اصلا توش. هو سيناريست اي واخا دابا شكون غيشهد لك العروس يقول لك شكون غيشهد لك ربي يخليك لا خصنا نعرف واحد القضيه بانه هذه عند مسلم مسلم 20 عام هو تيكتب وكاين بزاف ديال الاغاني اللي كيكتبهم بحال اللي كيكتب سيناريو قلت لي انا انت راك سيناريست وانت يمكن ما جيبش خبرك سيناريست ولكن هنا راه مثل مزيان على فكره مثلتي في الكليب نسيت هذه القضيه مثلتي مزيان لان الكليب عاود شفتو ثاني البارح في الليل بغيت نحضر البرنامج عاوتاني وتنشوف مسلم باسكو حنا تنعرفوا مسلم ديال لاسين مسلم ديال الشارع ولكن مسلم اول مره غادي يمثل اول مره كما تيقولوا اللبناني بيلبع عليك الدور يعني جمعك الدور بصراحه ممثل رائع يعني انت عم تقول ان انت راه ما دايزاش الشهاده فيه انت تقولي لا 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 انا اوبجيكتيف انا اكبر وحده كندير لا كريتيكيه الا 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 انت شي حاجه ماشي هي هذيك راه غتقول لي نقولها هو قلتها لا قلت لها شوف عمل راه انا مستعد كاع الكليب ملي نشوفوه نسوبريميه الا شي حاجه ماشي تما نسوبريميوها كاع فهمتين يعني ما تسمع ليها حطوا التصويره ونخرجوا تسمع لي وكنسمع ليها يعني حنا عشان نقول لك الهدف واحد ان يكون البرودوي زوين هذا هو البرودوي زوين وبعض الساعات ما محتاجينش لان الجمهور يستاهل انا نعطيو برودوي زوين انا كمراه ان الزوج ديالك يتغزل بك ويقول لك غندير لك اغنيه عليك يعني انت محظوظه ماشي كاع المغنيين عرفنا شي واحد غنى على مرته اكيد قولي شي واحد هنا في المغرب لا خلتني الذاكره ما عرفش شي واحد غنى على مرته يعني انت محظوظه امال جد محظوظه جد ولكن انت انا محظوظه بتواجد راجل بحاله في حياتي وانت بغض النظر دار اغنيه ما دارش اغنيه يعني انا معكم شنو كاين انت اللي تقول لي انت اللي تقول لي مسلم انا بغيت انا عارف نتوما لي رابور باش خرجوا المشاعر مشكله باش تقول لا ما عنديش مشكل تيعطيك ورقه وستيلو هكا وكتب لينا كتب لك شي اغنيه دابا عاوتاني مرحبا مسلم ماشي شي حاجه اكثر من محظوظه اللي كنشوف الحمد لله فهمتيني واحد ليكيليبر في حياتي شنقول لك كتكملني فهمتي ما و خاني نقول لك ماشي خانوني الكلمات نعم المهم المراه اللي غادي توقف جنبك تقويك تدعمك تشجعك تحاول الهدف ديالها تشوفك احسن واحد فهمتي
كتقاتل باش تبينك وتكون انت احسن واحد سلطان زماني في الخدمه ديالك في حياتك في لباسك مع اولادك فهمتيني في كل شيء ديالك انا مزيان دويتي على الاولاد انت تبارك الله عندك وليداتك وهما عندهم وليدات وحنا تنعرفوا حنا عايشين في مجتمع محافظ مجتمع مغربي كاينين عائلات متشدده تقول لك الاولاد لا راه الاولاد هما اللي تدعوا تنظن انا علاش دائما تنخمو في الاولاد وتنساو راسنا هنايا يعني كيفاش نتوما عشتوا هذه القضيه مع وليداتكم لانه كان هو بدا نطرح هذا السؤال وسمحوا لي رجعت له انا مبغيتش ندخل يعني الوليدات كيفاش شافوا لان ماشي نتوما الاولين اللي تطلقوا العالم النص ديالو راه هو تيطلق ولكن الاولاد بحكم انت قلتي تتساند في ولادك بغيت نعرف يعني الوليدات كيفاش شافوا هذه القضيه الولاد ما عنده حتى شي ذنب في الطلاق وانا دائما حتى قبل مش كان عندي برنامج اجتماعي كان دائما اللي كيتصل بي تيقول لي نطلق ولا هذه كنقول له شوف عندنا حياه وحده خصنا ننجحوها الا انا نفضل على انه الانسان يتفارق مع ذاك الشخص اللي هو عنده معاه مشاكل كثيره ويعني ماشي سعيد مع ذاك الشخص ونخرجوا أم غير واحد فيهم يكون سعيد ولا تكون عنده الفرصه على انه يعاود حياته مع شخص اخر وينجح ويكون اسعد فهذا ربح بحد ذاته الا ما نجحناش الزواج ديالنا نديروا المستحيل باش ننجحوا الطلاق ديالنا فهذه نقطه جد جد مهمه حيت الناس يركزوا بزاف على الاولاد يعني قريت لي كومونتير النهار بدات هذه القصه مساكن دوك الاولاد واش الاولاد نقدروا نقولوا هما النقطه الضعف بين ان كوبل مسلم شوف ما نكذبش عليك زعما باش نكون معك صريح يعني انا عارفك انت صريح اصعب حاجه دوسة يمكن في حياتي يطلق فهمتيني حيت باش وصلت لذاك القرار يعني تا صافي ما نكذبش عليك حيت انا عندي واحد العلاقه قريبه بزاف لولادي فهمتيني ما بغاتش تدخل لي لدماغي عندي مشاكل مع الوالده ديالهم ولكن ابغاش تدخل لدماغي طلاق وكنوصلوا شي مشاكل خايبه وهادي ولكن كنقول لا انا ما نقدرش نتفرق من ولادي فهمتيني ولكن وصلت لواحد المرحله اللي صافي مضطر ياك ولكن بنادم اللي كيمشي غلط هو كيفهم ان هاد السيد طلق يعني سمح في ولادو انا ولادي كنشوفهم يوميا دابا الا ما كنتش معاك في ليميسيون خصني نمشي انا مورا المدرسه يجي يمشي مورا المدرسه كل نهار كنشوفهم يوميا كنحاول ماكسيموم نكون معاهم ومعايا ونكونيكتي معاهم بالتليفونات بكل شيء فهمتي كيفاش وكيف ما قلت لك قبيله امل كتقول لي شوف ولادك سير خرجهم ديهم فهمتي يعني كتشجعني اصلا كتزيد تعاونني نشوفهم ونكون معاهم وديهم وهاديهم هذا واجب وخاصه يعني تشوفك انت مرتاح لانك هي عارفه العلاقه ديالي معهم فهمتي هنا 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 تيبان الذكاء ديال المراه الا لو كانت شي وحده والله ماشي قضيه الذكاء والله العظيم ماشي قضيه الذكاء هي انسانه هو حيت انا فايت طلقت هي انسانه طيبه بزاف عارفه شنو الطلاق عارفه الاولاد عارفه بزاف ديال الامور فاحنا كنطلقوا مع الاب ولا مع الام ما كنطلقوا مش مع الولاد هذوك ولادنا وغادي يبقوا حياتنا كامله ولادنا فهذا الرابط بيننا وبين الولاد مهم جدا وساني كيليبر لانه كيف ما هو غادي يبغي ولادو ما عندوش علاقه كيف ما غادي يبغيني انا ما عندوش علاقه كيف ما غادي يبغي الام ديالو الى غير ذلك وهو رجل طيب حنين بزاف وكيحب ولادو بزاف انا نقول لك ما دافعش عليا انت لا والله شوف بكل امانه قسما بالله انا ما عمري شفت شي اب احن منه على ولادو بحال محمد وشفت تعيت من يعني من الحياه بصفه عامه وحتى من البرنامج اللي كان عندي يعني عام ونص وانا كنستمع المشاكل ديال الناس اللي هو كيبقى نبض الشارع كيحكيوا لي شنو كيفاش كيدوزوا الامور ديالهم على الحياه ديالهم مي هو سبحان الله يعني علاقه رائعه ويا ربي يخلي الوليدات ويبارك لهم في يعني يبارك لي في ذوك الوليدات ودائما نشوفوا باهم ويكونوا فرحانين وسعداء انا هذا هو المنى ديالي فريمون وما عرفتش الله يخلي لامهم اكيد يعني الام رامهم والله يخليها لهم يخليهم ليها مي نبغي ان تكون واحد العلاقه زوينه وزوينه بزاف اللي نضحكوا اللي نلعبوا اللي يعني نساعدهم بكل بساطه شكرا لك غادي نساليو هذا القوس ديال العائله اخ بارونتيز حتى هو عنده علاقه رائعه جدا مع ولادي صحابو فريمون صحابو يقدر مثلا يعيط ولدي يهضر معاه ويعيط بنتي يهضر معاه وانا كاع ما نصيفطش تعجبهم انت كرابر
تيهضروا معك على الموسيقى ديالهم ولا ولاد محمد 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 اكثر من رابور فهمتيني هادشي اللي نعم اذا غادي نرجعوا لكم في هذا اللقاء المباشر ونعاودوا نستمعوا لماي ليدي ونذكر ماي ليدي دخلت سباق الاغاني فقره توب 10 اللي غنتعرفوا على المراتب في النصف الاخير حلقه اليوم مع الضيف ديالي مسلم ومع الاعلاميه والممثله والزوجه ديالو امل صقرح. اذا رجعنا لكم مع امل صقر. هذا هو ديريكت. بغيتي نهضروا علاش امل صقر ومسلم؟ شنو اللي مازال ما هضرناش؟ جو بيان كون بارل ان سي بو ماي ليدي باسكو ما كملتش قبيله ليدي. ماي ليدي هي اخر اغنيه اللي نزلت في عيد الحب. اكزاكتومون كما قلت لك انا السيناريو ديالي انا ومحمد ومسلم وفي نفس الوقت نحيي عبد الله شاكيري اللي هو كان ديريكتور داكتور معنا في لو كليب دونك سي لوي كي ديريجي تو لي اكتور باش نقدروا نخرجوا في هذا. وقال لي امال شنقول لك قال لي مسلم حمقني في لو جو ديالو انا بغيته معايا في لي فيلم في الفوتور دونك شو بيان نسولو كي جا التمثيل اسكو انت كتشوفو هكذا عجبك راسك كممثل ماشي كرابور كممثل يعني نشوفوك اول مره تتمثل يعني تتمثل تتشخص دور يعني تنشوفوك تتغني اغاني هادفه على الام على ولاد الحومه على كذا ولكن هذيك هذه اغنيه هادفه تا هي طارق الله 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 ماشي هادفه هذه صح لا من حقك من حقك هذه هادفه شتي هاد ماي ليدي راه ما غنيتهاش على على الزوجه ديالك راه غنيتها كل واحد غيغنيها للصديقه ديالو او الحبيبه ديالو او كذا شوف انا من بعد غنرجعوا لواحد الصوره اللي بغينا نشرينا ديال هاد لا كارير نعم يعني ما غيجيش شي واحد ويقول لي دابا الراب وماشي الراب ولا لان شوف انا ما جاوبتيني انت لانك تنطرح هاد الناس قالوا و20 عام وتغني الراب ومشى لواحد نوتر ستيل اوكي انا عندي امكانيه نعمل هاد الستيل هذا فهمتيني وننجح فيه والفنان خاصو يكون متنوع المشكل هو نبدل ستيل وما ننجحش فيه نعم اما الراب راه ما غايجيش شي واحد يقول لي دابا شنو هو الراب حيت انا مدوز كاع الاولد سكول والاندر جراوند والنيو سكول والتراب كيف ما تبدل الراب تبدلت معاه ونجحت فيه نعم وعندي الامكانيه انني نعمل أغاني بحال هكذا ونجح فيها ماشي أي واحد يقدر يعملها وماشي أي رابور غادي يقدر يغني نعم فهمت فهذه واحد الحاجة الحمد لله توفقت فيها وكيبقى دائما ميساج هادف الأغنية الجاية غتكون كيفاش بلاتي عندك النساء والدراري اللي يخدموا معنا رضوان تحية كبيرة رضوان أقلعي اللي هو المخرج ديال العمل توت ليكيب بلال أفريكانو اللي هو مبدع. إنتاج وي. يعني الأغنية نجحت بالتعاون ديال بزاف ديال الناس لي بارتنير ديالنا كاملين تاهما اللي صافو فينا اللي تعاونوا معنا من أن زد باش ما ننساوش شي واحد بيان سور إمتى كتبتي هذه الأغنية كانت حداك أمل ملي كتبتيها وعاد قلتي لها ها كي سمعي الكلمات هما بين يديا لا ما كنتش حداها لا ما كنتش حدايا وسجلها وكل شيء وانا ما عارفه شنو سيسجل انا كيعجبني نسمع البنادم الاغنيه واجده حيت الكلمات كيكمل عليهم اللحن وكيكمل عليهم لافوا وطريقه الالقاء باش كيوصلوا اكثر انا عييت مع منتصر صافي وسمعني وقولي الو والو ولكن المشكل ديك راه كاينه اغنيه ليك ولا لا وي قال لي عليا ديك الساعه مازال حتى لو تيتخ مازال ما اختاروش دونك عليا مي اشنو غيكتب ما شوف بيني وبينك والله الا كنت متحفظ جد متحفظ يعني دابا هكذا وراه ما خرجت يعني خفتي من نفسك ولا خفتي الناس غيقولوا والسيد حيت حنا عندنا مشكل في المجتمع اننا نقولوا نبغيك لان تقول شي واحد نبغيك تبغي تخرجها بحال اللي حاطين عليك الصوره الفرديه كما تنشوفوا الان باش تخرج نبغيك عندنا مشكل ان نقولوا نبغيك وسهلا نقولوا نبغيك واش هذا راجع لتربيتنا وي راجع لتربيتنا لان كلمه نبغيك ما تخرجوها الرجال لا الرجال الراجل انه يبين بانه ضعيف تعلموا الكبح نكبحوا لي سنتيمون ديالو حتى في الصغر ما تبكيش انت يا راجل واختك عندها الحق انها تبكي الوغ كو راه سان انفون راه ماشي راجل راه سان انفون الى الدرو دو بلوري وعنده احساس مسكين وعنده احساس فهو كيتربى على داك الكبح كبح 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 حتى كيولي كي اسوسي انه يقول لي سنتيمون ديالو مع انه ماشي راجل فكيكبح هذا مشكل عند الرجال
اكثر من عند النساء من خلال المجتمع ديالنا المجتمع العربي كله ماشي نعم. ماشي بالضروره نعم. فقط المغربي. اذا انت يا مع التنوع الفني يعني غنيتي الراب تقدر تغني غدا ريغيتون تقدر تغني هما تيقولوا من ان كاينه واحد لا توش فيمينين في ماي ليدي يعني كاين تاتش ديال المراه حاسين بان كاين تاتش ديال المراه وكاين الاحساس سي نورمال تاتش ديال المراه ماشي في الاغنيه راه في حياتي كامله باينه هذه فهمتي والله واش غنسكتيني انا ما عرفت فين نقول يلا عبر اخويا دابا غيعبر مسلم صاحبي راه شوف باين فهمتيني شوف الحمد لله فهمتيني انا كنحمد الله ونشكره ان في حياتي امراه اللي هي امل ما بلا ما ندخل في لي ديتاي ديال تنش من مرحله وصلت النفسيه ديالي وكيفاش كنت محطم وبزاف د الحوايج فهمتيني حيت حنا دائما تنساندوا المراه والمراه دائما مسكينه ولكن حتى الراجل حتى هو خاصو يكون مسكين لانه دابا غينوضوا ليا يقولوا ليا نتايا حتى انا ديجا ناضوا ليا علاش غنجيب مسلم وامال علاش غيجيو المزيك نقول لكم انا غنجاوبكم انا من المحامله ديال امال ولا ديال مسلم انا تنستقبل الفنانين اللي جايين يهضروا على لا بروموسيون ديال الاغاني ديالهم حياه شخصيه ما تهمنيش لو بوز ما تهمنيش وماشي هذا هو السيل ديال دار ميديا دونك ساليت البارونتيز غنرجع للتصويره بزاف الناس قالوا لي كاين فيها شويه ديال العنف الفردي نو الفردي هاد لا فوتو هادي سي فوتو دو تورناج سي فوتو دو بلاتو دونك هو بالكوستيم ديالو ديال التورناج انا بالكوستيم ديالي ديال التورناج والفردي حنا هادي في الاول كنا غنديروها هي لافيش بي فينالمون اون افي لا فوتو الاخرى اللي هي تداعت لي التصويره ديالو هو فاحنا بغينا نعطي واحد لينيغم دونك الفردي عارف بان احنا صورنا واحد الكليب لان كاين سيناريو مي اون سي با واش الفردي واش مافيوزيين واش هادي فخلينا نديرو واحد لينيك ولكن كل واحد ولكن كل واحد كيفهمها كاين حتى قلت للعاديه انت تقول لهم ها الفردي ليكم لا با دي تو نو با دي تو نو واحد بزاف الناس انا كتبوا لينا فوتو دو سي فوتو ديال التورناج ديال الكليب سان غير لافوا شخصيه هي شخصيه وشخصيه ما كاينش الحمد لله الوغ مزيان هادي انت مسالم 1 مليون دو في 12 ساعه يعني اوني تري تري كونتون الناس في البلاصه بداو كيصاوبوا لي فيديو كيصيفطوا لينا ما تصورش الكم الهائل ديال البارطاج وديال لي فوتو ديال لي ميساج انا بعدا راه كنشكر الناس كلهم اللي صيفطوا لي دي ميساج ديال الحب دي ميساج ديال ميساج انكرويابل واحد لو سوكسي راه كنشكرهم من كل قلبي من هذا المنبر من عندكم نتوما لانه بالفعل اون ا ان تري تري بون روتور الحمد لله كلشي كيقول لنا الكليب رائع الكليب مستوى عالي الكليب حتى هو الى تي جوست اي اون بليس حنا بوكو اون اون مي هاد ليستوار ديال السيناريو علاش لانه ما بغيناش هي سي فري كو سي une histoire c'est une chanson romantique une histoire d'une chanson d'amour mais moi je dis que le cliché ديال هو واقف ليه وانا اللور وكيشوف فيا وحبيبي وحبك مع كل احترام يعني الناس اللي هما كيديروا هاد النوعيه ديال الكليبات كان في الاول اسمح لي قطعت في الاول الفكره ديال رضوان رضوان هو اللي قال لي غادي نعملوا الكليب ها كيفاش ويكون فيه الاكشن ويكون فيه كذا ويكون فيه كذا انا في الاول اوكي لو المهم انت عارف اش كدير تحمل المسؤوليه لهذا الشيء اوكي صافي دونك تقتيفي ديك الساعه كتبت سيناريو ولكن انا من حنا كنا كنتقبل نهضرت مع رضوان قبل بانه غادي يكون اون هيستوار خاص ستوري بورد انا يعني يمكنش نبداو انا بزاف انا ورضوان من الاول وانا مستعد كنقول اذا طلعت شي حاجه اللي غادي ماشي تال تما اللي غادي تعملنا الضحك نعم غادي نسوبريميها ومرضنا ما عنده باس مي الحمد لله توفقنا وطلع داك الشيء طلعت مزيانه كيف ما بغينا الانتقادات بزاف يعني عليك ليكم جوج شكون اللي اثر فيك بزاف انتقادات ديال النساء ولا الرجال واش لاحظتي بان كان واحد هجوم اكثر من النساء او الرجال اولا ما يمكنش لك تعرف واش النساء ولا الرجال لان بروفيل معك شي واحد عنده كاين دي بروفيل اللي يقول لك بروفيل اللي هو تيهضر معك بانه هو راجل هو راه امراه ولا العكس صحيح دونك تي بو با سافوار بيرسون نو بو سافوار ولكن ابار الناس اللي خدامين فريمون فيسبوك ولا مخابرات باش يمكن لهم يعرفوا سينو يبو با سافوار شنو تجاوبهم يعني ما ندخلوش هاد الناس اللي ظلموا هاد قصه حب اللي جات من بعد موراها زواج واللي جات موراها اغنيه في عيد الحب هاد الناس اللي ما كانوش عارفين شنو جاري بين مسلم وعائلته ووليداته وكذا وهو شرح اول مره بان صافي هضرنا في هاد القضيه هاد الناس اللي غالطين فيكم وانت مسلم
اللي غلطوا فيك بزاف واللي ظلموك لان راه بزاف الناس تنساو بان الفنان راه هو انسان عباد الله راه ما يمكنش يكون بارفي الكمال الامور اللي هي شخصيه واللي هي انتيم رانا من حقي نشرب اللي بغيت انا نكذب عليك انايا دابا انا نقول لك كمنتصر انا نشوف الكم ديال لي ميساج انهم ينزلوا عليا نقدر ندخل في شي حاجه خايبه ما انا الا بشر يا اما ما غاديش نقرا وما نقدرش ما نقرا لان في هذيك البلوان نشوف شنو قرا كتبوا عليا انا درت الكوتشينغ تعلمت في الكوتشينغ كيوجدتي راسك نركز على الامور اللي هي ايجابيه ودايوغ انا دائما محمد واي كونفيرمي لا شوز دائما تنقولوا نركزوا علاش انا غادي نركز على نص الكاس الخاوي ونخلي نص الكاس العامر نعم والحمد لله كاين نص الكاس العامر يعني رغم الانتقادات كاينين بزاف ديال الناس اللي حبونا واللي ساندونا واللي وقفوا معانا واللي تفهمونا واللي هما حتى هما كيعيشوا نفس القصه بحالنا يعني ما تصورش الكم الهائل ديال لي ميساج كوجي غوسي من الرجال ومن العيالات انا عشت نفس القصه ديالكم وانا فاهمكم ولا انا فاهمكم وانا معاكم ومسندكم وعاوتاني مؤخرا سورتو ابري ماي ليدي ما تصورش بكل امانه ويعني وربي شهد عليا الكم الهائل الهائل كون جدي الهائل راه الهائل ديال الناس اللي صيفطوا لي في انستغرام تيقولوا لي امال كنعتذروا منك كنعتذر منك انني كنت كنشوف واحد الطريقه في الشكل ودابا مني خرج ماي ليدي دابا انا فهمت مسلم شنو كان كيعيش فهمت اشنو بغى يوصل لنا لانه في ماي ليدي راه هو كيوضح كل شيء كيفسر كل شيء الا غير خديتي وقت انا كنت مع انتي انه انسان كان عايش في واحد الحاله ولا في واحد الحاله وعاد حاجه واحده اخرى في العلاقات بصفه عامه راه الى ما بصفه عامه صديق الاخوه صداقه حب ما غاديش تحبني غير هكذاك فابور ما غاديش تبغيني غير هكذاك فابور غادي تبغيني هادشي في الكوتشين غادي تبغيني لانه تعاملت معك مزيان وقفت معك مواقف خايبه مزيان كنت معاك في بعض الظروف اللي هما ماشي هما داك شجعتك صبرت كافحت وقفت بجنبك هادشي كله كيخليك على انك تبغيني ولا تحس بيا ولا توقف معايا مواقف كذب عليك الكذاب الا قال لك غنبغيك غير هكذاك نو مواقفك تعاملك معايا كيفاش داكشي اللي انت درتي معايا هو غادي يخليني انا نبغيك ولا نكرهك فقط. اوكي امال صح انت درتي كوتشينغ وكنتي مستعده انت درتي كوتشينغ كيفاش بغيت نعرف كاع ماشي على هذه الحمله انت دائما انت مولف يعني مولف دائما تينوضوا عليك حملات مره انا اذا ما انتقدنيش الضمير ديالي نعم كنكون مرتاح انا ضميري مرتاح نعم ومع الوقت ربطت لي واحد المناعه ديال الانتقادات حيت كنقول 90% ديال المنتقدين هي سوء الفهم ما فاهمينهاش ما فاهمينيش وبعض المرات يمكن متى تبغي تشرح متى تعرفش ما تعرفش توصل ولهذا كتخليها هكذاك وبعد مرة هذه الأخرانية أنا فضلت أنني ما نخرج ونشرح ونبقى نهضر لأن غادي نولي في واحد المسلسل اللي ما غيتسالاش فهمتيني وعاد كيراعي الأولاد كنراعي الأولاد كنراعي الأم وأولادي نعم فهمتي وما أنا ما طلع عليك كباير ومع راسك وشنو صاحبي راه كنت كتبقى ام ولادي هذيك فهمتيني ما نخرجش انا ونهضر فيها هكذا في العيب ولا في شي حاجه ولا دارت ولا فعلت ولا داك الشيء كيبقى بيني وبينها واللي خلقنا فهمتيني صافي هي وانا كنعيدو خرجت قالت اللي قالت ولا معليش الدنيا هانيه فهمتيني كل شيء غادي يدوز انا ربي هو اللي غادي يبين لبنادم على حسن النيه ديالي وكيف ما قلت لك ضميري مرتاح ما ظلم حتى شي واحد وليداتي دير الواجب ديالك المهم كأب حاجة نعم ني دابا انت تخدموا تيم كاين الزوج وكاين كذلك فريق عمل انت تديري كاسكيطة تتعيطي له سي محمد انا في بلاطو كنقول له شوف بلاطو انا ماشي مرتك الله يخليك انا مديرة مديرة ديال الانتاج صافي انا نسيني شتا تتعيطي له سي محمد لا خدمة نوض دابا دير ماكياج ديالك اللي كنتي تسناوك هذه فريمون شي تري نعيط ليهم ديروا هذه قد يعني هو يقول لك يعني كيفاش كنكون عسكريه شي عسكريه تقولي له مسلم هو يمكن ما كيبغيش بزاف الفن ديالي او يمكن كيشجعني بطريقه غير مباشره اما انا جو سوي فان دو لوي انا اكتشفته مؤخرا وحبيت حتى الخدمه ديالو وشي مرات كنكون جالسه كنبقى كنسمع مثلا شي اغنيه تنقول ورا سي با بوسيبل كومون تو اكري يا محمد راه سي انكرويابل ديك القافيه دوك الكلام داك
هادشي مسي تجيبو خويا هكا تنقولو خويا مسي تجيبو بحال هكا يقول لي ما عرفتش يعني كنكتشف الخدمه ديالو كنظن من من اجمل الكتاب ديال الاغاني في المغرب كنظن نعم ومن حقك انا لا هي حقيقه انا اوبجيكتيف هو ذلك ما يدي خاصك تخرجي له شي حاجه لا لا تتخمي في شي حاجه انا اوبجيكتيف يعني تردي له بوغ ماي ليدي باش نقول له ما تبقاش بقاش انا لاصقه في انا ماي ليدي خاصني نرجع له شي حاجه لا 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 انا اللي كنرجع ليه هذا ماي ليدي وبزاف خصني نرجع ليه واو انا اللي عارف شنو تما مسلم عمرو ما بان هكذا يعني سنتيمونتال سنسويل تبين واخا مخبي عيني حيد نظر نشوفك مباشره علاش مخبي يلا دابا خلينا نشوفو بقيت منظر انا خاي علاش تتخبى مورا العينين يعني لا لا با دي تو وانت عينيك زوينين مسلم الله يحفظك الله يحفظك اخي لا اسكي بيان انا عندك محامي يعني هي الزوجه ديالك ماشي محامي والله ماشي محامي جو دي فريمون لا فيريتي كتب زوين ماشي الشاعر في الكتابه ديالو يعني دابا طريقه رائعه جدا دابا غيكون تحول غادي تولي تنصحي تحول في ستيل ميوزيكال ديال مسلم تدفعيه جري في البلايص اللي انا كنحكي الراي ديالي وكيبقى الراي الاول والاخر ديالو كنصحو كنحيد الكاسكيطه ديال الزوجه وكنحط الكاسكيطه ديال وحده احيانا كنكون مشاهده احيانا كنكون مستمع احيانا كنكون فان احيانا كنكون وحده غير دايزه من الشارع كنقول له انا في رايي الى هذه ولا هذه ولكن انت كيبقى الراي ديالك الاول والاخير مرات كيستمع تيقول لي وي عندك الصح هذه خصني نبدلها ولا هذه خصني نغيرها ومره كيبقى في الراي ديالو كنحترمه بحال مثلا في كابايرو كان واحد الجمله في الاول انا في الاول ما عجبتنيش ملي قلتها له قال لي لا انا عجبتني غنخليها وخلاها ومن بعد انا قنعني بانها زوينه وفعلا كانت زوينه هنا كلمه غادي نعاودو نستمع غادي نسمعو حنا الكابايرو دابايا نسمعو الكابايرو يلا باش يقول السلام عليكم في الاول يلا نسمعو الكابايرو وقول لي بغيت نذكركم ان كان اللقاء في ساعه ولكن ما شخيناش بكم وبغيت تبقاو تزيدوا معنا نص ساعه اذا هذا الاسبوع ما غنعرفوش الترتيب النهائي اذا الفنانين اللي كانوا غيخرجوا غيبقاو هذا الاسبوع وغادي يكملوا المشوار ديالهم هادشي افضل اعمال صقر ومسلم ربعه سيمانه اخرى غيكونوا معنا الاسبوع المقبل ان شاء الله على امواج اذاعه ميديا انا كنا تنهضروا على الاختيارات الفنيه والكلمات يعني انتما شركاء وصعيب انكم دخلوا الخدمه حتى للبيت يعني تهضروا في الخدمه الوغ كبايرو شنو بغيتي كنتي بغيتي كان في الاول باش دار السلام عليكم ملي عطاني الكلمه سكت له السلام عليكم سي ان تروك غديروا بور البراند خصو يكون ان بو ستيلي تو قال لي لا انا عجبتني غنخليها ابخي ولات كتعجبني بزاف وي لا في ريزون فوالا وهاد الكلمه عالميه فهمتيني يعني دونك قنعني ماشي بالضروره ملي نقولوا رايي هي اون جينيرال اون جينيرال اون جينيرال كتدفعني نكتب بوزيتيف فهمتي قلت البركه من النيجاتيف هضرتي بزاف النيجاتيف ما خليت على هذا واش انا بغيت نسولك هاد حاله الحب اللي فانت غادي تخليك تبعد شويه على الرسائل اللي تتبغي توصل كانت وصلت لها ماشي بالضروره وشنو هي كيسك تشابل نيجاتيف يعني شنو هو نيجاتيف يعني كتبغيني زعما نعمل اغاني هابي فهمتيني فرحان بوزيتيف اتيتيود تهضر على شي حوايج بوزيتيف هذا لا ولكن اسمح لي قاطعتك نقدروا نهضروا على حوايج صعيبه ولكن تندوزهم بواحد الميساج سالس كما تنقولوا تندوز الفني دابا مويها تدوز سهله هذا لا غاديش يخليك لان انت من نهار الاول انت متمرد على المجتمع على الواقع على ايتوسا وهذا الشيء ما يخ حتى الطريقه حيت دابا ماي ليدي كانت تقدر تغنى راب وتجيك في ستيل اخر تقدر ما تعجبكش فهمتيني علاش مشيتي لانوتر ستيل في ماي ليدي ما كانش طلع في الراب نو هذا الستيل هذا انا اكتشفته في ماما داكور في ماما سلام الماء عندك الماء اوكي هذا السيل انا اكتشفته في ماما الناس عجبهم داك السيل هذاك من بعد عاودته في لالا ودابا جات هذه عاوتاني بهذا السيل ماما اول اغنيه ديال الراب كتوصل 100 مليون ديال الف هي اللي غنوصلوا بها الان الموجز الاخباري من انجح الاغاني اوكي كيقول لك لا هذيك ماشي اغنيه راب اوكي اغنيه رابور قولوا مسلم ماشي رابور عاوتاني يلا نسمعوا
رجعنا لكم مستمعينا الكرام مع مسلم وامل صقر. مسلم جاي يتكلم لنا على الجديد ديالو اغنيه ماي ليدي، اغنيه اللي طرحت تزامنا مع عيد الحب واللي هداها الى الزوجه ديالو، وكذلك كل واحد ياخذها ويهديها لاي واحد بغى لان فيها ميساج بوزيتيف. الوغ مرحبا بكم مجددا، ربي يخليك. زدنا في الفقره ديال برنامج موزايك لان انتم اليوم جيتوا لعندنا وما يمكنش نجيو نسدوا الباب ونساليو دغيا معكم لان الحديث شيق معكم، وانا سعيد انني نشوف مسلم مرتاح لان بون ماشي اول مره تنحاور مسلم، حاورته عده مرات ولكن ما عمرني شفتو كان تيضحك بحال هكذايا. صح والله الا انا تنقولها لك سات فوا كيلي بيان. الحمد لله الحمد لله. الوغ هو مقبله هو تيمدح فيك وتيقول حياتي تبدلات ومن قال انك تضيع نانانا، وانك انت في كلمه شنو اللي تجاوبيه؟ لانه هو مقبله هو تيعبر، وحنا تنعرفوا بان الاكثريه المراه اللي تتعبر على الحب، الراجل حنايا ما تنقدروش نقولوا بغيك وداك الشيء، يعني نقدر نقولها لك فنكونوا بوحدنا ولكن قدام الملا دارها اغنيه اللي وصلت الملايين. نعم. انت شنو غتقولي للمسلم الحاجه اللي ما عمرك ما قلتيها له؟ قلتي له كل شيء. قلتي له كل شيء. قلتي له كل شيء. ما خليت ما خليتي والو، ولكن صعيب انك تكوني مع فنان لان تبدع في الكلمات، لانه هو دائما غادي يكون فايتك لان في التعبير، لان الكلمات ديالو كما قلتي لا هو هو الي انتروفيرتي، يعني من الناس اللي يعني عنده مشكل انه يعبر على الاحاسيس ديالو ولا يعبر او يتكلم، ودايو الاكثر ما كتلقى غير ساكت وتيشوف، يعني ما تيهضرش بزاف. انتروفيرتي انا اكستروفيرتي، انا التعبير والسوسيال والناس ونهضر انا يعني شخصيتي ما عندهاش علاقه هذه النقطه هذه بالذات، ماشي بحاله هو. فانا كيف ما قلتي انت قلت له كل شيء. كنقول له كل شيء كل نهار، كنهتم بكل الامور اللي كتخصو، بكل التفاصيل اللي كتخصو، بكل ملي كنقول كل التفاصيل كل شيء. وانتيا نسيتي راسك كإعلامية كممثلة؟ لا كإعلامية نو، لا با دو تو، جاوني بعض العروض ملي كنت نفكر اني واش نقدر اني نعاود نرجع ولا لا، ديك الساعة اللي فيها الخير. وتمثيل أمل صقر؟ تمثيل اني مثلت آخر عمل ديالي هو الكليب، راه تمثيل هذاك أولا. أجي واش واحد الوقيتة تنسمعوا الصوت ديالك في الأغنية؟ وي فوالا. وي تتغني؟ لا ما كنغنيش. وين قلتي كلمة؟ جوج كلمات. جوج كلمات. جوج كلمات. جوج كلمات. طلعتك أنايا ولا ما طلعتكش؟ برافو عليك برافو عليك. طلعتك البارح في الليل تنسمع الأغنية وتنعاود نسمعها وتنقول هذا الصوت أمل صقر. صوتي هو في الآخر تيقول كيف. هذا ما بغيتيش تقولوها، كنت ساكتين عليها. لا با دو تو. ما عمرها ما جات الفرصة يمكن تكلموا عليها. حيت هو أول خروج إلى إعلامي هو اليوم. ألوغ شكون مول الفكرة أنك تقولي جوج كلمات؟ أنا كنت مشيت مع الاستوديو، هو كان واحد المقطع خصو يعاودو، دونك انا كنشوف وكنسمع بحال انا دابا كل مره كنسمع الاغنيه كنعاود نكتشفها من جديد، كنبقى نوقف على النقطه والفاصله. فواحد لابارتي كيقول كتكون فيها يعني المعنى يعني ديالها انه ما كنتش كنتصور على انها كيف حالها كيف حالي، انه ذوك المعاناه هو اللي كان تيعيش قبل حتى هي كانت كتعيشهم. وبالفعل انا قلت له ما عرفتش جاتني فكره تقدر تاخذها تقدر ما تاخذهاش ديال انه كيف حالي. وبالفعل هذيك كيف حالي من قلتها بالصوت ديالي انا كتاكيد على انه بالفعل هذاك الشيء كله هو اللي كان كيعيشه حتى انا كنت كنعيشه في العالم ديالي، انه حاله حتى هو كيف حالي انا. كانت واحد التاكيد فقط. نعم. تقدري تدخلي شي نهار تغني نشوفوك ديو مع باش تسمعكم كليب؟ نو با دو تو. ما لا الغناء ما الغناء ما عمرو استهواني، ومش حال هذيك يقول لي نغني ما نو حنا تنعرفوا من تكون فنان مشهور وتكونوا كوبل بجوج مشهورين، فين درتو الخط الاحمر اللي حتى واحد ما يقدر يفوتو بينك انت وياه اللي ما خاصوش يفوتو هويا؟ من اي ناحيه يعني من اي ناحيه؟ حنا تنعرفوا انكم تخرجوا عندكم لي فان ديالكم، عندكم الناس، كاين اللي بغى يتصور معاك، كاين اللي غيضرعك، كاين اللي غيحط يدو هنا، عرفتي كل واحد كيبغي يعبر على الحب ديالو ويتصور. انا هادي بلا محمد ما كنخليش حد يضرعني، ما كن يعني كنبغي انه اللي فان حنا نقولوا فان على راسي وعينيا كانت بنت ولا مراه ولا راسي، يعني سنة كنحضنهم كيما هما كيحضنوني، كنحبهم كنبغيهم وكل شيء، ولكن كاين في بعض الاحيان يقدر ماشي بالضروره انه باغي حضنك انه باغي يديرها بالعاني، نو يمكن ديك الفرحه ديالو، ولكن كاين شي حوايج اللي انا ما نقدرش لانه شو شويه صعب. مسلم تضرك القضيه تتغير شويه مغيار؟ اه طبعا. قول لي هضر معايا. طبعا ما كنتش مغيره. شنو تقدر تخليك دير الغيره يعني؟
كتعرفني كان شنو لا هي ما بغيتهاش تدوي امل بغيت تتكلم امل ما تكلميش الغيره شنو تقدر تعمل فيك الغيره باش تكون عارفه راسها حتى هي امل واخا دابا زافره صراحه دابا تعمى فهمتي انت انت كي داير هكذا تتغير شويه مغيار برج ناري عشني برج ناري صافي راه خصك تدي كل شيء البرج هو قوس داكور اي انت البرج ديالك جوزاء انا الهواء دونك هو مزيان بعدا ملي تيكون النار بعدا داك الهواء تيشعلو مزيان صحيح قولي الحمد لله كان غير طبعا كان غير من حقك مي الحمد لله ما عمري زعما تحطيت في موقف اللي غادي شي موقف هكذا الحمد لله كاين ريسبكت مع الناس كنتلاقاو الناس كيحترموا ما كاينش زعما شي بساله ولا شي حاجه عادي يعني ما كاينش ديك الناس كيحترموا الكوبل ديالنا ديال التليفون شكون اللي كتب لك وانا راه نشوف التليفون راه انا نوريك التليفون دابا صافا يمكن في الاول في الاول سي نورمال لانه شتي كيكتشف شي ابري نو دابا التليفون نحطو حتى هو تيحطو ما عنديش مشكل لانه ملي تكون بيرسوناج بوبليك راك الناس يجيبوا لك التليفون ديالك يجيبو كيما بغيتي راه يجيبوا لك النمره ويصيفط لا انا المرتي جا بارطاجاوها في الفيسبوك يعني بارطاجات وي انا ممكن كنا بينا شي 12 ارتيست تبارطاجا النمر ديالنا مي وبدلتي الرقم ولا حيت الرقم الجديد ديال امل صقل هو 06 61 من هذا المنبر هذا قيتو يا سلام خدمنا مزيان لا اذا المشاريع المقبله ان شاء الله من بعد ما ليدي اكيد غادي ديروا لها لا بروموسيون لان الاغنيه نزلات نديروا مع المسلسلات ديال الافلام شنو كاين مشاريع كاين اغاني مسجلها موجودين ولا دابا لا برومو ديال ماي ليدي هي الهدف ديالنا الاول والاخير يعني pour le moment après شنو كاين مسلم après كاين جديد فانا عندي بزاف البروجيات مبديين وغتفاجئنا ثاني بشي حاجه اخرى بعد ما مشيتي فينا نقدر نخرج لك غير مشيتي بيا نقدر نخرج لك غدا بشي ديسك ديال الراب اولد سكول عاوتاني ما نعرف فهمتيني داكشي على حسب المود ديالو على حسب المود على حسب هادي فهمتيني ايه المهم الحمد لله الريبرتوار فيه ما يتسمع بزاف يعني بغيتي توحشي الاندر جراوند سير سمع مسلم والزنقه فلو بغيتي شي حاجه ديال التراب سير سمع بغيتي نيو سكول الحمد لله الريبرتوار عامر ودائما كنفتش انا على الجديد شي حاجه جديده حتى يعني المعجبين والمعجبين تما خصهم الجديد خصهم خصو يكون تنوع باش ما يملش فيعني هذه نقطه جد مهمة والارتيست ولا الفنان اللي هو تيكون ذكي كيرد وكينتبه لهذه الامور هذه بالذات دونك غادي دابا الناس لكم بالمرساد نتوما لان نزلتوا ماي ليدي ونشوفوا دابا الجايه شنو دايره ثاني امل صقر لان كل شيء فو دير لي شوز امل صقر والدور ديالها في اختيار الاغاني حتى اللوك ديال مسلم قال لك كاين اين توش فيمينين يعني اون فام كي سوكي الشعر هذا الشعر اللي تيقول زرع الشعر لا شعرو هذاك ما زرع والو هو انت اللي قلتي شعرو لا هو عنده شعرو زوين تنقولوا شعرك زوين علاش ما تخليش يطوال زعما دونك انت وي داكور لا لا حيت بيان سور اللوك تبدل سي نورمال والناس بزاف لاحظوا بزاف مزيان انا باش تعرف راه انت كلشي الناس حاضرين وي عارف مي تبدل احسن هذه واحد الحاجه مزيانه شنو انت تقول على راسك دابا ملي شفتي دابا مسلم دابا الان هاد الكويبا وهاد اللوك سبلاتي امل الحمد لله وصافي فهمتيني هذا من خير يعني ما المهم الحمد لله باقي هو هو ما تبدلش صباغته باقي هو هو راجل طيب انا الا تبدلت الاحسن ما عنديش مشكل تبدل الاحسن ما فين كاين مشكل فهمتيني اللي خايب تكون مزيان وترجع للور بحكم انت رابور بغيت نعرف الان كي تشوف انت لا سين ديال الراب يعني احنا عرفنا الراب من 20 سنه ملي بدا في المغرب نتوما لي بيوني ديالو جا داك الموفمون ديال النايضه ولاو عده فرق شفنا الفيوجن شفنا بزاف الالوان الموسيقيه ولا الراب مكتسح المغرب مدن عندهم بزاف ديال لي جون رابور مؤخرا ما بقاش الراب كيف ما هو باقي هو مسلم شنو تقول لنا على الراب
الراب المغربي بالنسبه لي انا الراب المغربي رقم واحد في في في, في الراب العربي يعني هذه حتى هما كيعترفوا بها فهمتيني باش يتميز الراب المغربي ما عرفتش واش اللهجه ديالنا جات معاه ولا الثقافه ديالنا ولا ما عرفتش كنظن بانه الراب المغربي يمكن هو من الاولين اللي بداو في من الاولين العربي هما اللي بداو ما عرفتش واش هما اللي بداو بالراب حيت حنا كانت انسبيراو من ميريكان ديريكت ولا ما عرفت المهم كتسمع دابا شي دياسك ديال الراب مغربي جداد ولا ميريكان ميريكانيه محطوطه بالعربيه عادي فهمتيني الحمد لله الدراري غادي مزيان وكل واحد كيتميز في شي ستايل ديالو بخير الراب المغربي مزيان انت مع الكلاش بين الفنانين او ضد في الراب لان احنا عارفين قانون الراب هو الكلاش هذه معروفة يعني أنا تندير راب نجبدك وأنا كنت نجبدك فنيا باش أنت ترد عليا فنيا بل كلاش وداخل في الثقافة ديال الراب عادي وي في التقاليد ديالنا حنا مي دابا المشكل هو ملي كتجاوز شي حوايج فهمتيني ما أنت كتلمح لي يمكن على داك الشيء ديال البيك وديزي دروس ياك اون جينيرال يعني هي لا بغيتي بصح هي اليوم كاملين بعدا المهم نعم هاد هاد لي رابور جوج صحابي يعني فهمتيني وما دخلتيش خايط بيض كلاشيهم جوج نتايا باش ملي وقع هاد البلان ما نكذبش عليك انا سمعت مثلا الكلاش ديال البيغ جبت شي حوايج ضروني يعني واي ما كانش يجبد داك لاكوتي هذيك يعني شي حاجه بريفي وحياته وفهمتيني عاوتاني ديزي دروس ملي جاوبو حتى هو عاوتاني في داك هذيك المهم انا موسيقيا تراكات كيمزقوا كل شيء فهمتيني ولكن داك النقطه ديال يعني خاص يكونوا حتى مرتك ومرتي فوالا هادو نقاط شويه عارفين فحال في امريكا ما كاين لا مرتي لا مرتك يعني كل شيء العائله في صاحبتك يعني ما كاينش دايرينش خط احمر ماشي في امريكا فهمتيني داك الشيء شويه مع ما عرفتش المهم انا هذه النقطه اللي جاتني فيك اما داك الشيء الاخر كيبقاو هما حرين الدراري يقدروا يختاروا السوجي اللي بغاو يهضروا عليه وهاد لي بتي جون دابا الان اللي تعشقوا الراب شنو تقول لهم انت مسلم بحكم انت احد اعمده الراب في المغرب في الوطن العربي شنو تقول لهاد الشباب اللي داخلين تما تيتقاتلوا تقول لك حنا تنتقاتلوا شنو تقول لهم على الراب شنو يديروا شنو اي اول حاجه شنو الساس اللي خاصهم يخدموا عليه واش الدراسه شنو شوف اول حاجه انا كنتمنى الخير لاي واحد فهمتيني يعني الراب ويديروا شي حاجه اون باراليل مع الراب يعني هكذا والا كان فعلا هذا رابور موهوب ومتميز على الاخرين عنده شي حاجه مبدله عنده كاين شي حوايج كيعطيهم لك الله فهمتيني كيبدلوك على بنادم فهمتيني راه غادي يوصل ان شاء الله لان الحمد لله عندنا البوبليك ديال الراب اللي كيسمع الراب واللي كيستهلك الراب موجود خاصك غير تتميز جيب شي حاجه جديده جيب شي حاجه اللي تميز بها ويكون خير ومهم باش نختم حاول تعمل شي حاجة اللي ما تندمش عليها من بعد في الراب فهمتيني في لي باغول ولا في الكليبات ولا في التصاور ولا شي حاجة لأن داك الشيء كله كيبقى مصور والتاريخ تيسجل عليك داك الشيء والتاريخ كيسجل داك الشيء تقدر تكون انت جون ما كتضرب حساب ويقدر يجي واحد الوقت عاد تولي هذه هي اللي كنبغي نوصل ان يحاول بنادم يكون عنده واحد بعد النظر وصافي نعم لا مارك ديالك ديال لي فرانك درتي بور اوم غدير حتى للنساء دابا مسك اما الصقر هسا سي سكو تي بورت سي طون ماري لا 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 داكور حيت لي بايت اوسي ها انت داري لي بايت لي بايت مي تتخمم غدير شي حاجه للنساء غادي نديروا للنساء والدراري صغار تاعهم هذه الفكره ديال امال لا با دي تو با دي تو هو فريمون كابايرو سي سي هو وشريكو يسولو هو يسوبرفيز لي ديزاين على ذكر كابايرو وكنشكرك انك جبتي هذا الموضوع هذا هو كيرد البال لي ديتاي يعني ما تصوروش الكم الهائل ديال لي زيشانتيون اللي جاوه
واللي هو كيرفضهم يمكن على على خياطه في الجنب او لا يونيتيكات ولا على شيء من غير الثوب الاول ولا هذا ما زوينش. يعني احسن ثوب خسر احسن ثوب احسن بغودري احسن كونسيبت لي ديتاي دي ديتاي حيت هو كيشري من ماركات عالميين وغاليين. فهو قال لك حتى المغاربه يستاهلوا على انهم يلبسوا واحد الحاجه اللي هي في المستوى وبثمن رخص من دوك الشركات اللي هما غاليين. فيعني فريمون دار شي حاجه من القلب ودارها باش باش ملي يلبسها الواحد يعرف شنو يلبس. يعني هذه اونتر كيمي كبايره كخصني نسمي لا مارك سميه اللي كتعطي فالور اللي لابسها. فهمتيني شحال هو يخمم فيها حتى جاتني هاد كابايرو واو حتى في الهضره حتى هو لابس كابايرو واعره كتعلي بيك. فهمتيني يعني كناخذ كل شيء بعين الاعتبار كنحاول نعمل شيء حاجه اللي تحمر الوجه والكمال على الله والكمال على الله. الاعلاميه والممثله امال صقر يعني انت الاصليه لك من الدار البيضاء منين الاصليه لك؟ انا ساكنه